يواصل صالح الهندوان مع عدد من الشباب والفتيات العمل في مبادرة أنت وطن التطوعية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إقامة عدد من الأنشطة التطوعية شملت توزيع الملصقات التوعوية في شوارع المدينة وتعقيم السجن العام وتوعية المساجين تجاه وباء فيروس كورونا. المبادرة قامت بعدد من الأنشطة وهي تعقيم السجن المركزي بسيون وتوعية السجناء وتعقيم عدد من المساجد والجوامع وتعقيم مرافق بعض المرافق الحكومية وتوزيع البروشورات في الشوارع العامة وتوعية المواطنين. آخر أنشطة مبادرة وطن التطوعية كانت رش صالات ومكاتب مطار سيئون الدولي أحد أهم المنافذ الجوية الحيوية في البلاد وداخل الطائرات المتوقفة في مدرج مطار سيئون الدولي. تأتي هذه المبادرة بمشاركة عمال نظافة المطار بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وشركة الخطوط الجوية اليمنية كخطوة تطوعية تسهم في الحد من انتقال وانتشار فيروس كورونا. الرش داخل المطار والتعقيم طبعا مستمر على مدار الساعة. نحن لدينا فريق الخدمات يقوم بالرش والتعقيم لكل مرافق المطار من صالات من حمامات من مكاتب. الرش والتعقيم مستمر ووجود مطهرات في كل مكان في كل زوايا من زوايا الصالات وكذلك خدمات التواليت وهكذا موجود في كل مكان. تلعب المبادرات التطوعية في حضرموت دورا كبيرا في مواجهة فيروس كورونا وذلك للحد من مخاطره وخاصة بعد إعلان لجنة الطوارئ عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة الشحر. تساهم المبادرات التطوعية في حضرموت إلى مساندة جهود الدولة الرامية للاحتراز من وباء كورونا وخاصة أن وادي حضرموت يضم أهم المنافذ البرية والجوية في البلاد. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مطار سيئون الدولي.